ربي شكون هاللي جاي قبل لي المره هذه بالمجد كانت تطلع عزب باش نبه عليها منو هكا ما عادش تضرب الناقوس دوز الباب وتدخل كي مالي دار الكل اهلا يا ماما ما طول عمرك يا اختي دوجه توا زينوبة كانت تتكلم عليك ابو زينوبتي بالخير جسبير ها اش تعرف بنتك الوغ سافا سلام لم سافا وانت سيبتي رقت السعيد هكا عقبت الليالي امان هكا تسمي الوقت هذا عقبت الليالي نو فريمون سلام لم انت وليت بنادم دجاجه ترقد كي دجاج وكيرك في دارك حتى سمدي سواغ ايه بربي ماما قلو زيد قلو تيانا اللي يقول لك في عز شبابي قاعده نتفرج في فيلم مصراوي كي تروازيام اج زينوبه اش بيهم التروازيام اج لله ايه اختي فضيله تياك وليت تتكلم بالسوري تياك كلماته برا علمهم لي سي الفاضل كي نبداو مروحين امي شنو واش تفهمنا مش قلنا ليتود بدو لاش الات اسمعني زينوبتي عندي ليك سوربريز الوغ لا ما تتصورش يا شنو إذا فاكر ولد خالتك اللي في الكندا عمل البارح تليفون وقال لي جاي غدوه يا من لجو فاكرة عندي قديه فوق العشر سنين ما شفتوش زعما مازال مزيان كي عادتو علاش لي بيان سور مزيان وممكن نزيد زين قولوا لي البنات في بيتهم جسبيخ بربي وين تحبهم يكونوا هالوقيت هذايا في الكندا شبيك سليمان على اعصابك شنو انا على اعصابي وفاش قام على اعصاب انت تتفكر وفاكر ولد خالتي لا لا ما نتفكروش امان قد ما قابلناه مع بعضنا تي اخر مره تقابلنا فيها محسوب فوق العشر سنين في عرس فادره بنت خالتي طب هيشي تو يا بنتي ما نذكروش بالسيف نذكروا ثاني عشاء الليله ما نذكروش بون انا هاني بحذا البنات على خاطر فاكر قال لي بوسهم لي وسلم لي عليهم برشا شناني هاني جايه معاك قل لي ماما زعما عرس سليمان يا اخي شبيه ما نعرفوش ولد خالتها هذا خير يا امي ما عندك ما خسرت واحد لوباق بليد نار كله يكسخ حسب روحه ضامر قال شنو ما كان يفلت حتى جايزه في يوم العلم وهو كجار دي جي في البورس تاع كندا هذيك هي الحكايه سبعون فاش تتفرج سيدي عادك بيه وفيه يا اخي ما تفدش منهم الافلام شوف لنا منوعه باهي نتفرجوا فيه امان عزوز دقيقه واحده كي نشوف شكون القاتل وبعد دبر راسك حط اللي تحب سارة هو الفيلم هذا تي نعرف مو هذيك حكايه العزوزه الغنيه اللي قتلها الجنان متاعها علي حرقت لي قبل الفيلم تعرفش بنيت انا بنيت راجل بنتها طلع هو اللي قتل العزوزه على الورث وعليه على خاطر راجل بنتها يشبه لي والعزوزه تسمع ناناتك ايش تقصد معناها انت تقتل نانا ونورثوها بربي تفدليكك الماسك خليه لوسط الجمعه عليه وانت كملت حكيت على كمان الفيلم مش سمي هذي مش فدلك ماسك انا تفدليكي ماسك بيه هو مال الفيلم مش لازم تكمل تتفرج فيه من اصله عارف احسن واحسن خليها عندك تحب سنيه يسوسو كما سنيك انت وزيد في عذرها وشري لنا طريف جاتو ولا جلاس ولا حتى جرد جيزوزه نعجوا بها السهريه ماشي شيري لي رطل حقه امان عزوز يا اخي كيش النغز مش قلت لك اش تحب نجيب لك نصاريه قلت لي دبر راسك على كيفك يا اخي شريت الحلقه ما لا اقعد حلقم وحدك بابا عزوزي الكلمه هذيا موجوده هي من قبل ولا انت طلعت من راسك ليه من راسي هذيك من كثر ما تنرفزني وتطلع حيالي ما عادش نلقى كلام نقوله لك حلقم
عزوز والله جبت لي فكره. ما قلت تبارك الله عليك ياسر تطلع كلام. اش قالك نلعبوا كل لعبه البيه هذيك بنت ولد؟ يا ياسر حلوه طلعتك هذي. سهرية سبت مراه وراجلها ويلعبوا بنت ولد. بنت ولد ايه يا عزه يكمل عليك برويجك يا عزه. وي صباح خير. ليه سي حضرت عيني هابة. اشكون اللي يطلب على الصباح؟ ماما وانت شبيك ولا بس عنا فرحة على الصباح ولا في باليشة؟ و يا اخي نسيت اللي ماشي انا ماما نعرضوا الفاكر في المطار. تعرضوا الفاكر؟ ايه هكا تعرض له فاكر شبيه هبط من الابولو 13 ولا من المريخ؟ هو عملت له القوق هذا الكل. شنو اسلومه غايرة؟ غايرة أنا غيرة. على كل حال هو كان ناوي باش ياخذك من الأول. يا أخي طلعت له قرعة وأنا هو اللي عرست بيك في الأخر. هذا كله تقولي مش غاير. شو أنا فكر راه صحاب ومحسوب كل أخوات. جستمون كلمة محسوب هذيك هي اللي تخوفني. بون من غير ما نرجع ونتعرفوا في نفس الحكاية كل ما نجبدوا على فاكر. وكان أنت مخك يسرح بيك الحاجات بعيدة هذيك مشكلتك. بون خليني نمشي انا توا ماما قاعده تستنى فيا. صباح الخير خطي دوجة. يا ولدي قديش مرنب عليك ما عادش نحبك تعيط لي خالتي دوجة شي اوغور وماما وتتا ما نحبهمش. ما تغشش يا دوجدج توا نعود المره الجايه نعيط لك مدام دوجة. صباح الخير اختي زينب. صباح الخير فوشيكا. يا زينب ما عادش بكري الطياره قريب توصل. هاي شبي قولي اخي حتى نهار الاحد تقوم بكري؟ خاصه نهار الاحد ما نمشي راسكي بحدا السمساره على ما يوات. هاي يا زينب شني جيت ماما؟ عزة صرتي عاودت حيرت عليا. قلت لك صباح ملجلج. ملجلج شوف يظهر لي تستيه هذيك من مكيت الحوكو أو كدويت في قجري. شوف حاجة تتنحالك الوجيعة وخليني نرقد. بيبي بابا. صباح الخير يا امي. حصانك جري القهوه مازلت كي حضرت. كل حصاني ما خلانيش نرقد. شنو ما تقوليش زينوبه رجعت تسك في النوم كيف العاده في بلدة تحت لها هالصنعه؟ لا هي سيدتها قامت بكري رسات لي قمت بالسيف. حد باش تعرض لولد خالتها القراي. تبربي يا امي شنو هي الدعايات قراي تي مزهار وكهوا درك كيفاش خطفت له هذاك في كندا تلقى عنده شكون تكلم عليه واستصت له باش يولي مدير. يا امي في كندا راهم ناس كل مديرين غادي ساهر ياسر باش واحد يولي مدير. الترقي عندهم اسهل من اللي عندنا انا. هوني باش تولي مدير لازمك تمحرف وريقك يشيح وتخدم واجتماعات. صباح الخير بابا. صباح الخير سيدي خويا. صباح الخير.
شنو سي المدير؟ حطيتي قايم بكري انا لحبت. لا 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 صباح راسي جا فيا ودروسي تسطر وجوفي. ستوب ستوب يزي فهمناك فهمناك يزي ستوب. هذا كان كله من الاكل المفرط. زروسك ما عادش ينجموا تهراو احفاو مشاو زروسك. اش بيك؟ هما اللي يهرسوا، هما اللي يمغضوا، هما اللي يرحيوا. سليمان سليمان تضربش اخوك بعين. اقعد بابا. خذيت شي حويجه تنحي لك الوجيحه؟ اي خذيت خذيت حرامش وشي شي ما عملوا لي. لا لا اسمع وجيحة الزروسة الحل الوحيد نتاعهم هو اللي تعرفه هذاك. تبي بتسنين يعطيك الصحة وخاصة سليمان يا سي خطا خوك. انا ما نخطا يعني الا ما يبرأ. واذا من هنا الغدوة زرستو ما براتش وقت عاد الله غالب وخير. وقت ميمتي ينجز وعادة نانا كسبة. قول صباح الخير الساعة. شبيك صباح الخير. وين أسبوعي؟ خرج حاجتك بيها؟ هاي نحب نبعث ويشري لي باكو سواق زعما يبطى باهي نانا فهمتك أتا نمشي أنا نقضي لك. يا عيش بنتي خه خذوا من الجمرك أرخص من نصبة ورد بالك شي رجع لك فلوس. تهنى نانا حظة درسي. باهي حق عندي ليك خبير هايل فما برطمان باش يفرح. يا والله من جد والله الله الجو برطمان شكون؟ اكل بنكيجي ذاك اللي يسكن في الطاقة الثالث ما هو ترقى يا اخي جاتو نقلة. ليه ما باش يبدل باش يولي يسكن في فيلا في المانيزة. يا بيه عبير غبجيني اسمع الخير اي خل نمشي لا جيني كليونت وما تلقاني. اني خالت عليك صابون تعرفنا مش كنت تحكي لي توا قلت لي فما برطمان باش يفرخ وناخذوا احنا زعما. انا بصراحه انا نذكر ما صدقش ياسر. اي اما المره هذه هاك علمنا بالمسبق. اسمع برا امشي خذ لها باكو دخه من عند الجمرق مش من الحماس ورد بالك على الباقي نعرفها. صحيح في صامت الطاشه عزوز يخش بالدوام مرات زرسي ما تبرق وما قاش ترسلي عند الطبيب شيء يسوس حرب مش معملو لي شيء وزما كده هو ربنا مش خير. الوطن العزيز من أرضك هبت نسمة حنينة تقرب القلوب هبت ريحة تونس ورد وفل وياسمين. أرضك أرض خيرات خدمتها ناسها صنعت رجال ونساء صنعت أجيال تاريخ وحضارة العالم الكل شد بيك البارح اليوم وغدوة قلبك يدق لها في كل لحظة. واليوم اتصالات تونس تعطي الكلمة لأولادها اللي رفعوا راية البلاد في تونس وفي العالم الكل. كلمة نابعة من القلب تعبر على حبهم لتونس كلمة حلوة فيها أحسن التمنيات لتونس تونس اللي تبوس ترابها وتتنفس ريحتها خاطر تونس في القلب. اتصالات تونس المستقبل ينادينا. كون سعيد. سبعوني شو يا خي عدنا رعب تخدمه مكتوفي يا اخوي عامل صالده
ما عندي سلعة ما حبيش تتباع، وسلعة فيها ديفوات، وسلعة الأجل بتحب شوفها، وليت قلت نعمل فيها صول ونصفدها. أسمعي زيدي وعدك بالكبير. وانت وين ماشي عصبي؟ ماشي راح تروح ناخو باكوني كوتير لخلدي جنات. ليش ما تاخذك من عندي؟ هاني نبيع تحت حس بس. لا وصاوني باش ناخو من القبرك، خاطر حس بس هذيا ديما أغلى. برا يا خويا كان تحب توصل القاع الدنيا برا. حط وجهك في بالك اللي أنا باش ننقل من الاستديو. باش تنقل من الاستديو؟ ما تقوليش دار خوك حضرت. لا خاطر جنات قلت لنا زعما برطمان باش يفرق في البلاص ويظل يسكننا فيه. برطمان باش يفرق في البلاص؟ جو وانا شبالي في باليش. صباح الخير عبد القرينو. شنو عامل سولد؟ ايه عامل سولد، وانت شنو مشكلتك خويا؟ يا اخي ما تعرفش اللي قانونيا السولد عنده وقته يما في اخر الصيف ولا في اول الشتاء مش في شهر مي. ربي عنده نصب هكا ما يسالش، عنده الحكي عامل سولد عامل كله. معناها انت ليزي قاعد تزرنا في الاقتصاد وزيد ماكش قاعد تطبق في القانون التجاري. بربي سامحني يا اخي، ناوي تولي كونترولور بعد القرايه؟ كونترولور؟ ليه؟ ما انا يا اخي علاش كل ما تجي لهنا تمرجلي الكبيده نتاعي. مجيك خليني نمشي، خاطر جنات رايحة حشت على سيارو. أي حتى أنا يلزمني نمشي. سمحني عبد القرينو، نجم نعمل عليك في حاجة؟ باهي. تقعد تحسكي على النصبة دقيقة نوصل خاطر جنات في ساعة ونجي. ليه؟ فوجيكا ليه؟ أيا نانا. تي وين وراجلك راني حششت على سيجارو. واه يا نانا، يا اخي ما تعرفوش اسبوعك يبدا يمشي في الشارع يبدا باهت في الفيترينات وفي العباد اللي تبدا تمشي بالزربه. اسمع سيدك تحب على رويجلها، شنو العشره عطت مفعولها؟ يا اخي المراه شكون عندها؟ كان راجل. اي ما تزيد تكمل معاه فزغول يرتع معاه في الدار. اي والفزغون كي تحسر في القنيرو نتاعنا ايش نعملوا له؟ نسيبوه يرتع في الشوارع؟ تي ماني قلت لك عاد عندي برطمان قريب يفرغ. والحق انا كبرت وشيه يا بنيه ولا وليدك يعمروا علي الدار. وما تقوليش اسبوع زاده هو اللي مش شارع على الصغار. هو من ناحيه شيره اما الحق ماهوش ما يجني كيف كنتي. وما طول عمره اذا ما يكون كان اسبوعي. الحمد لله على خلاص له حل. صباح الخير عزه. سر هو انت يدخل صباح الخير عرفتي. صباح الخير. لبس جبت لك افار يعمل 66 كيف فيه 50% مربوح. هيا بيهي خل نوصلوا العساس الفم الساس. احكي عاد علينا مي. اما تعرفني عرفتي انا منظم وماذا بيا نحكي انا وشريكتي راس عز نجم تخلينا وحدنا. هاي هاني نسمع فيك احكي. عامل اخضر السمسار وصلني على برطمان فارغ لهنا في الحومه، قال لك الراجل مغسور ويحب يكري على بكري. يا لطيف ساعة أنا عندي برطمان قريب يفرغ أما وعدت بيه عزة واسبوعي. قديش كنت كريت؟ 250 دينار في الشهر. علاش تسر؟ ليه خاطر الرجل اللي ناوي يكري الدار قال مستعد ندفع 350 دينار في الشهر ومعاهم شهرين ضمد. ليه؟ اي وزيد عازم لمرأة ولا صغار. اي وناش باش نقول لعزة واسبوعي. يا عاد انت خصايصة عرفتي، وزيد هما بطبيعتهم باش ينقلوا الحي النص. اش قلت؟ استنى شويه نزيد نخم. سنوبه ساره تسكن هوني؟ اي انا قريب نقلو، قاعدين نبنيو في دار بالبيسين في حي النصر. حمزه اش تعمل هوني؟ جيت باش نراجع مع اماني. يا اخي طنطون فوشيكا قال لي عاسلي على النصب. طنطون فوشيكا؟ اه وجي. انستوا يا جماعه. اهلا فوشيكا. نقدم لك فاكر ولد خالتي جاي من الخارج. فاكر نقدم لك سي فوشيكا العساس نتاع البلاص. مرحبا سي فوشيكا. مرحبا. منين جا الاخ؟ من تورونتو فوشيكا. تورونتو. هذه ما تكون كان في الطليان؟ لا في الكندا. تورونتو هي العاصمة متاع لونتاريو. سي سا تبارك الله عليك، انت ظاهر فيك طفل مثقف.
حمزة ذاك تبارك الله عليه اثنين عادي الباك هو أميني بنتي. آه سي بيان، مالك تاخذ الباك تجيب حذايا لكندا. أتون ندبر لك انسكريبسيون في جامعة هايلة. ميرسي طونطو. هي خويا هز وخلي يقرا في كندا ونرتاحوا منه، خاطر السيد هذا كان يقعد باش يغلي علينا الخبز. تغيش هبتيك الشيكة. الو عم نخطر امي يا انا عم هاني جيت كا ها شنو هي الريحه البنينه اللي خارجه من الكوجينه يظهر فيها هذا كسكسي بولد بحر يا هك طلعت اما تحب الحق رايد برد زينوب ابو قالت ولد خالتها يموت على الكسكسي بولد البحر قلت عايش في الغربه البرة رب توحش الكسكسي احسهم جيو يعطيك يا فاكر هاي تفضل تفضل مرحبا بك في داري داري فاكر نقدم لك الا فضيله احمد زينوبا نتشرفوا يلا مرحبا وبيك سيدي ظهر فيك باش طبيخه باش عرفت تهيسي بالريحه البنينه اللي جايه من الكوزينه يا اخي بخاطرك يا سيدي خلينا نمشي نتفقد مالا لا نقعد في الحشمه تفضل فاكر بيان سور تتفكر سليمان الراجلي اي بيان سور دكتور سليمان يا حسره انا توا بروفيسور سليمان الابيض سيكوثيرابوت واستاذ جامعي فاقعد اقعد وانت ما زلت غادي فك البورصه ايه اما اوكا توا عملت الكابينيه دو كونسلتينغ معناها انا وليت ننصح العباد اللي يحبوا يستثمروا في البورصه تري تري بيان باهي حتى انا زاد كاكا نشجع ياسر الناس اللي يخدموا على حسابهم الخاص يا حمزه اقعد شبيك وقف ليه باش نمشي نقرا مع امين يقعد يا راجل اقعد ميرسي طونطون طونطون فكر وي اخي بالحق فما ريسيسيون في البورصات نتاع شمال القاره الامريكيه اي اما انت ولي فالور الناس ذاك مثلا مش ديما ستابل اما الصناعات اللي عندها علاقه بالنفط والاسلحه ديما قيمتها طالعه على السلامه طونطون اه شو شكون اماني صافا تبارك الله ولد صبية ريت تبارك الله ليه ومحليها بوتليه هكا ولا ليه؟ ايه طالع البوها انت فتومة اسلامة صافا فتومة هذه خليتها بيبي قدن هكا ما تقولي زيدة طالع البوها هذه طلعت كوكيت كيف امها كي كانت صغيرة دكتور نعم راهي كيف اختي وما تنساش لي انا نعرفها قبلك حطيتي زادة كي خويا بون هذوما كادوات من فري شوب ميرسي طونطون انتوما تو كي نحل الفليجه نعطيكم كادواتكم حمزه ديزولي وكان جيت نعرفك قبل راني جبت لك على الاقل لوجيسيال هايله ولا كتاب على البورصه مادامك طلعت مغروم ميرسي طونطون تعرف انا مليانة صغير نحلم بشولي كوختي في البورصه بيان شنو شنو مش هو النهار جيتني الكابيني قلت لي تحب تتبع بسيكاتري ايوه وبسيكاتر زيدة طونطون ميرسي بور لي كادو سي تري جانتي صحة صحة ما تنساوش تعطيو شوية شوكولا معاكم لحمزة ميرسي طونطون انا مديما حكيت معاك طونطون هذيك هو البيل فايدة هيا قوم 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 نمشيو نقراو قدامي يا جماعة الفطور حاضر هيا تفطروا توا ولا مازلتوا كيفاه شكون ينجم يصبر على هالريحه البنينه؟ ان شاء الله يعجبك. باهيشي تو هذا حديث. تعرف اللي انت تفكرني بالوالده الله يرحمها؟ تعيش وترحم. الله يرحمها. اسمعوني نقول لكم. نحب انا اللي نحضر الطاوله والوحيد اللي نسمح له يعاوني هو حمزه. ايجا حط الطاوله مع طنطان ايجا. عزوزتي عزوزتي قل لي زرستك مازال توجع فيك لا هيك هي توجع فيك علاش ما تمشيش للطبيب السنين ماني قلت لك ما توجع فيا ايش بك منرفز على هي عاد مانيش منرفز عزة يا عزة يا عزة ديجا راجلك يا اسبوعي تزيد اصبر شويه هاو قريب يطيب الفطور ساره هو كيف جوعي ولا هكا ملو كان تخليه نهار الفطور العشاء شي يصير الحق
لتوا ما صار شيء، اما يظهر لي ينقز عليا ياكل يد ولا ساق. كيتي في عن لهي الدرجه اختف روحك لدار خوك، فماش مامي بدك تحن عليك بحويجه. ما مرعبش درسين خويا من عفاش هذا بكبر زرستي. هايك يا زرستك توجع فيك، علاش مكرت بكري؟ هو يا نانا يا اخي ما تعرفوش اسبوعي يخاف من ريح ريحه نتاع دبيب السني. ربي ربي ما فهمتش علاش دوا الوجيع ما عطاش مفعوله. والله يا عجب ساعة في بالي دويلي عندنا ضربة ضرب شي ما عمل لي شي. لكن انتي تبارك الله عليك بصحيحتك الحرابج اللي تاخذ فيهم شوية عليك يا اخي ما حكوش فيك. انبهي هراني وصل السيديور ونعمل نصوص حرب اخرين خلينا نشوف وجيعة تهفت ولا يا لطيف يا اسبوعي كان في بالي هكا راني عملت لك برودو زعما تنجم تاكل الحم متاع القليه. اي نجم نجم كان لازم نبلع بالعان انا ما غير من المغزو. تعرفوا يا جماعه كاس التاي هذا عندي عليه من وقت المرحومه امك. لا جوست من سيف عمناول سافرت للمغرب عبيتها بالتاي. اما شنو عاد تاي الا فضيله لا تلقاه لا في فاس ولا في اكادير. بالشفاء لولدي. بلاي سامحني يظهر فيك خرار مرار على الهند انت. اي سفري انا مغروم بالهند وثقافتها. اما شكون قالك؟ ليه على خاطر تبارك الله عليك ولا معك عندك لسين هكا يغزل الحرير مش عليك مولود في كشمير. بون هي فاسك الحقيقه مشربكه مي كوميم سافا ضامره. قل لي فاكر تحبش ترتاح شوي راك تعبت من السفر. اي والله 17 ساعه في الطياره يتعب. تعرف سيريزمون برافو عليك انا الحقيقه عمري ما سافرت لامريكا ولا لاسيا ولا خاطر عندي كل فوبي نتاع الطياره وكالكراسي الضويقين. وي مي انا نسافر فرست كلاس ماك تعرف فوتيت مفرهده وكونفور وسيرفيس هبال ولوكس اي بورتون نتعب. ملا اش قولك نروحوا ارتاح شويه اعمل ثقيله وبعد نرجعوا نشوفوا اش باش نعملوا بقيه البروجرام. ملا ليله نحفلوها اش قال سلومه وفاش قام هالسفرة جديدة كي انتي باش ترجع من بعد اقعد قيل هوني وفي الليل روح فرد مرة. يعيشك يلا فضيلة ما بصراحة ما نحبش نضايقكم. توا هذا كلام يا ولدي راك ضيفنا يا سيدي بيتي على ذمتك ارقد وقيل وارتاح وفي الليل روح مع خاتك. والله يا امي فضيلة عندك الحق. توا امك فضيلة توا فقت اللي امي ديما عندها الحق. سي فاكر هيا قوم ارتاح هيا وحسبها داكم ما تحشمش. يعيش انا بصراحة بديت نغير من سليمان من الدليل متاعك معاه. بابا ربي سامحني انت جبت فريزة برك بقاجة كندا وفرست كلاس. هي ما انا ديما هكا نسافر فريزة واحدة هي سيختو ما نسبش نقعد حداكم برشا. لا كونفو ليه ما لا نتلقاو بعد التحصيل. فاكر بقايرش برشا متوحشينك راه اوكي. اي ميرا خليني نمشي انا نتفقد اش ناقصني قضيت في الدار ونحضر بيت فاكر اي تجي معايا زينوبه. ليه ما يصيرش ماما برا وحدك الاخر وقت اللي فيك يلقاني بحذاه. اوكي كيما تحب. اي فيلمين فيلمين سلومه ما قلتليش عاد اش قولك في فاكر ولد خالتي. أنا والله ما نعرف الجماعة هذوما اللي يتأقلموا فيسع مع المحيط يعيشوا فيه يظهروا لي كيف اللي يسلموا هكايا في الجذور متاعهم. يا بنيتي اللهم صلي على النبي على وليد خالتك حليلته لو كان عندي صبية نعطيه له عناية مغمضة. ها يا ذنوبي كان خوها الكبير يرضى بيه. بربي كي انت زرستك توجع فيك علاش شدد صحيح باش تمشمش اللحم كان من اخر مره مشيت فيها لبيب ناحيته راك توا مرتاح ولابس عليك. باي برك قول كان جد وين خذيت وذي باي راني نضحك بالمجد. والله غريبه هذه كيفاش ما عملك حتى شيء غريبه. عجب اسبوع تهك ما شربت منهم حتى حربوش. هكا كان نقول لك قريب نشوف البلاكه وانت تقول لي ما شربت حتى حربوش. اسبوعي ما تقوليش مسبح وانت تزرط في الحريبش متاعي. حريبش تاع
شنو زاد؟ الحريبش اللي يعطيوهم للنساء في المستوصف نتاع التنظيم العائلي. وعلي نتاع النساء يكبش عاد يعطيني دوني حسوستي مخطرين على الرجال. وانا وين نعرف؟ فاش قالوا لك في المستوصف؟ سامحني سيدي ما جيش البيلي باش نسالهم وقت اللي راجلي يجرى تشطر الحريبش نتاعي شو يصير له؟ وعلي عزوزتي شنو الحل توا؟ الحل الوحيد خويا سليمان برا يمشي اساله لازم يعرف. نعم لله تحبني نقعد ضحكه لعقب عمري؟ مالا اقعد هكاكا دبر راسك. اما هاني ننبه عليك كان صارت لك حاجه ما تلوم كان روحك. تعرفوا البنات كان تخطف لي حكايه كندا الا محيتي كلها تتبدل. وينك نخو الباك وبابا يبعثني نقرا في باريس الا ما نعمل جو مش نورمال. انت بابا مش يبعثك تقرا في باريس؟ احلم وخايتي احلم. علاش ليه يا لله؟ انا امنيتي ندخل نقرا في جامعه الطياره وبعد ندور بحوث. انا كي نمشي لباريس ندورها اول حاجه ديزني لاند نحي منه خمجه وبعديش الصالت والبواتي وكل عشيه نضرب لها حتى قمقومه ونبدا ماشيه جايه في هكا الشانزليزي. انا كان جيت كيفك ندورها مسرح سينما اوبيرا والبرامج كلها جينيا. تينا نقول لك نحب نعمل سيرمناج بالجو وهي تقول لي سيرمناج؟ شكون اللي عنده سيرمناج؟ تي ليه يا بابا اماني تحكي على برنامجها في الجامعه. اي بابا قاعده ننصح في حمزه باش يرد باله من السيرمناج. اوه رد بالك عايش ولدي هاو ننصحك سي روحك تاع افكارك مشوشه ولا الذاكره نتاعك بدات تتعب. هذو ثلاثه راهم العوارض نتاع السيرمناج. ايوا واش نجم نعمل وقتها؟ قص على القرايه. لي 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 يلزم خذ ما فيها باس ثلاثه ايام راحه. لي لي بابا حس في روحي تاعبه وذاكرتي مشيت وافكاري على ما هم مشوشين حس في روحي باش نهبل. بابا زعما عندي سيرمناج؟ هاي ها عندها سيرمناج اما شنو متكركير والركشه في الدار. فهمتني عادة كي توفيت خالتي فكر مشى يقرا في كندا وبعد ما كمل قرايته في ساعة دبر خدمه وقعد غادي. شنو توا شنو مشيت خليتكم تحكيوا على سي فاكر رجعت لقيتكم باقي تحكيوا عليه. او سليمان ياش بيك صبحت اغريسيف اليوم. انا اغريسيف وانت شبيك مطرفيه كان في لي ديفو نتاعي والمحاسن والاطراء والاعجاب الكل مخليته من سي فاكر. قلت لك شيرة وغاير. نعم غاير انا وامي انت ناقصي عايشك مع المصروف تاع الفطورات والعشاوات سليمان ما في باليش عرقت عليك نسيبتنا العرافة وليت مشحاح. هاي السلام عليكم. صح النوم بابا صح النوم. يا سمحنا فاكر يذولي قلقناك بالحس. ليه ليه بالعكس ساعة قد ما انتم تحكي وتقول قاعدين تبنوا بيا ما عدا صوت سي سليمان خويا تبارك الله عليك يا سليمان كي تبدا تتكلم تقول تعارك. عجب ساعة الحكايه هذه ما كانتش عندي قبل ما تشرف انت بحذانا. هي ما يمبورتي يا اخي نجي من كندا ما نجيبش حاجه في يدي لخويا. مش فيه ايش فيك عزوز انت تعرف الحب جنولة نقصت لي في الوجع امال سيري ذولي ذي مش تحيي لي جملة كان ثبت وحليت عينيك من الصباح ركلت ولا باس فمنش يلا غالب اخزر لهم ريتهم وما هوني. عزوز الحرب سخرين فينه. نعم بابا يخش بيك استنست بحريبش ما عشت نجم تقص عليهم. لا عزوز يزمي نزم سيدي خويا باش يشوفهم باش معمولين. اهلا نانا. اهلا اسبوعي لاباس خير شتو؟ احسن احسن. عزة نسيت باش نقول لكم بعد الفطور على حكاية البرطمي ان شاء الله خير. خلي وسكت ما طلعت فيه مشكلة. كيفاش؟ شنو اللي كيفاش؟ لازم طلع كريه من تحت كريه. صحيح هي والحكايه باش تتفض يحب بالي. وشهره وشهره. انا نوعدكم اول ما يفرغ برزمان نخليه لكم. اي الساعه تو نخرج الكيري الاصليني ون نانا جيب الصحيح قد ايه دبرت فيه؟ عزه تعرفني انتم ما ادجل حاجه عندي راه. اي اما بعد الفلوس
ومشارك زادة في جمعية دافع لبالين. يا صحة ليك. يلا من حينك مدامك فاضية شغل. ها شكون شدك برا امشي اعمل جمعية كيفة. هما شنو احنا ما عندناش دي بالين تجب تعمل جمعية تدافع على السردينة هكا توا سردينة هكا جملة صعب دوركم يعني الصحة بقى. انا نقدم لك ولدي الصغير اسبوعي ومرته عز. ها نتشرفوا نتشرفوا مرحبا تشرفوا برشا اهلا مدام. عسلامة. انا ولد خالد زينب. نتشرفوا مرحبا بي. يعيش. تفضلوا تفضلوا وقعد. شنو سيدي خويا عجلي بيت ايوا يرندراش عمل من عمله هذايا بو سامحوني يدور لي عندي ايرجانس. تفضل سيدي يشكي. اليوم راسي يوجع توجع شربت على بجي اختلط هز شنو هذه عمله تعملها هذه يا ولدي هذه ما تجيش على بال الشيطان. اي خلي قداش من الحربوش شربت اليوم؟ والله سته ولا سبعه. شو زفت وسط الزينه كاملين الحكايه ولات مخطره. مخطره قريت ونقف عليها تو نمشي لبيرو ونحل عليها الكتاب تاع الدوايا ونثبت. هيا نمشي تو نثبت. امشي سامحونا يا جماعه هنا واصلين البيرو تو نجيو. السما لباسه؟ لا لباس يا عمي لباس لباس مشكلة صغيرة قدنا كاية طبعا بعد نحكي لك. سي سليمان نجم نعاون في حاجة؟ أبو عندك فكرة زادة على الفارماكولوجي؟ تي معرفة سطحية وبرة. ما تقوليش عندك زادة دراية بالبسيكوثيرابي وقت عاد نخاف على بلاستي وبيرويا. لا يا راجل البسيكوثيرابي صيي ولا ديمودي توا توا اللي خارج هو الكوتشينج. يا احكي لي كيفاش؟ كل انسان عنده مشكله نفسيه ما عادش يمشي يشوف بسي فركسته في العله وبنت العله وتتولى الحكايه توا الكوتشينج يلقى له الحل طول. لا لا يظهر لي بديت تخلط وتجلط سامحني فما فرق كبير ما بين الكوتشينج والبسيكوثيرابي تو نحكي فيها مره اخرى على الحكايه. هاي هاي برح امشي. هاي عاد فاكر وينو الكادو متاعي؟ من مد الكادوات الا ما يرجع سي سليمان. سي فاكر قد ما نزيد نعرفك قد ما تزيد تدخل في قلبي. هاي يا سي اسبوعية هانا حلينا اليوم الكتاب. فعلا هاي ايوا قال لك يا سيدي بن سيدي الحرابش هذوما فيهم اللي بالاستروجين وفيهم اللي من غير استروجين وحرابشك هذوما نقصد حرابش عزة يا سيدي بن سيدي طلعوا اسبوعي طلعوا بالاستروجين. شو البتنجان هذا؟ لا لا مش بتنجان استروجين استروجين. تعرف شنو هذا يا سيدي بن سيدي؟ كيفاش نفسر لك؟ هما الهرمونات اللي كونوا الانوثه نتاع المراه. هو عليا سيدي خويا رجع من برشا باش يصير زعما هاكا نقول لك باش يصير لك. ايوا يا سيدي بن سيدي اسبوعي يكبروا في ال ولا قول انت ديجا من عند ربي ديجا تبارك الله عليك ما يصير لك شيء. ايوا ومن بعد اسبوعي يصير ازمة. لا ولا بالحق لا ولا بالحق هون قال لك يسمنوا شويه بكي مش مشكل. ايوا اسبوعي حسيت اللي صوتك تبدل؟ كيفاش تدي خويا؟ جوات كي صوت النساء؟ لا لا مازال كالعادة. ها يا باهي اما عس على صوتك ها؟ ايوا سيدي خويا شوف شوف ما فيش حاجة أخرى مخطرة. لا ما فما حد جاي مخطر. ربي قول لي توا شارب ستة ولا سبع حرابش من هذوما، تعرفش عملت؟ ها؟ عزة مسكينة فرعس طلع حساباتها الكل وربي يستر. اهلا بعرفتي مرحبا تفضل تفضل. لا لا ما يسيرش مزروبه. قل لي السيدك اللي يحب ياكلي اللي حكيت عليه الصباح قابلته؟ اي ماني قلت لك سي قابلته مشيت له قهوه السمساره وتساهمت معاه. عليه حاجتك بيه؟ لا ما زدت خممت
قلت مستحيل نبجل براني على ولادي عزة والسبوعي. الحق هما أبجل باش يسكن وزيد في قوبية. حسيت كيف نخاف يا العين. الحق الله عندك الحق، ما يهونوش عزة والسبوعي. هل باش نعمل أنا توا تراسيلي نرجع للقهوة نمشي للراجل نرجع له فلوس؟ شنو ما هي ماني قلت لك سيد فهمت انا والراجل عطاني شهرين ضمد وشهر كري يجيو في الجمله 1,050,000. مبروك عليه. عرفتي وعزه اسبوعي مساكن. ياك قريب نقلوا للنصر. نحكي لهم سي اسبوعي ها؟ بون سامحوني ما جبتش كادوات للناس الكل على خاطر في باليش عائلة سي سليمان يسكنوا كل مع بعضهم. ما يسالش يا بابا جايتك عز من الف كادو. يعزك. هاي سيدي نبداو بشيخ القبيلة. سيدي تفضل هذا كتاب آخر ما صدر في علم النفس. ايه مرسي عليك. بون هو $60 نخليهولك ب70 بركة ويجعلوا ربي. نعم نعم شد شد خويا بتاعك تفضل. يا ولدي شبيك هكا ظهرت جدي برشا ما تقوليش جدت عليك. في ساعة أنا أعرف زينب تحب تفدليك والزهو. إيه بورتان عرست بي. هاي هذه اللي كنتي إن شاء الله تعجبك برك. يا محليها تقتل 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 قديشة مذخمة ودي قلتي انتي حيسري يقتل. يا فكر ميخسي عايشك دوريا. سي فاكر اما انتي تبارك الله عليك عندك ذوق. تعرف قليل ياسر ياسر الرجال اللي يفهموا في حوايج النساء. والله انا لقيت موديل يشبه له اما شديت صحيح في هذا على خاطر نعرفها تحب الديكولتي. يا حسره هذاك كي كنت صغيره. وتوش خاصك تبارك الله عليك اللي يشوفك مع خويا سليمان يقول يا بنته يا اخته الصغيره. ايه بورتون عرس كبير. عم فيك عم فيك بربي اللي راني انا واحد زوجتي اش يقول علينا؟ اش باش يقول بون على ريغور يقول انت على ما تحبها تربي في البيبي في كرشك في عوده. لا على ما خذاها حرام باش ما ظهر لك باش تصير الحكايه. ويلو ويلو من البارح تزرفك باش الراعي انت خويا بالفوفة سما سما لاباس ما تبدلتش قد كيما انت. يزيني بربي علاش تحبي نتبدل ما احنا كده كويسين كما يقول المصري. لاباس شحويلك شعامل احكيلي احكيلي. سافا سافا الحق سافا جست شويه تعب بالخدمه. تصور ما خذيت نهارين كونجي كان بالصيف. لا محسوب كان خذيت جمعه كونجي توا البورس نتاع تورونتو تسكر. سي سليمان خويا البورس في اوتاوا في العاصمه نتاع كندا. محسوب تتعرفش ما عملتش كي التوانسه كل وقت الاعياد ياخذوا بون قبل وبون بعد والبورصه ماشيه وامورها هانيه. تلاقي راجل مش كيف تصور انا قاعد هوني وتجيني اوبياس نعمل ترى. لطف عليك يا وليدي. لا شيء شيء يا ابني اوبيا هذه عمليه شراء عموميه نتاع اسهم تحكيت فلوس فلوس. عاد قلنا الاوبيا هذه فيها لعبه على الاقل نتاع 4-5 مليار دويت ما نجمش نفلتها. يا والمليارات تاخذهم انت كلها؟ لا كمان ما ناخذهمش الكل وحدي انا جوست ناخذ كوميسيون نتاع 30-40%. يا عايشك يا عم اخضر ويكثرهم عليه ان شاء الله في عرشه. هم الكوميسيونات ولا لوح كان تكمل في القلم هذا إلا من غوص. توا أخوك متأكد الدواء ما عنده حتى مفعولة؟ ايه ما متأكد. معناها من غير ما نحشم روحي ونمشي للمستوصف. تليه عزوزي لباس بيجي حتى عزوزي قولي ما ثرتلكش كيف ليس من شوية ليه؟ حتى من فوق أنا. ليه؟ يا خشبيك ليه شي عبيت نشوف ستيل متاعي بي ولا تهنى ستيلك ومويتش الذكي بتاعك. حقا ما قلت ليش لو جاعت نحات ولا ليه سيد نحات جملة اكل العرب شو بتاعك اذوكم بصنعوا ضربة ضربة. قلت ليش نخرة منعت من بيب السني. عزوزتي يا اخي وين خبي الباقي متاع الحلقوم شنوة شنوة يا اخي ما تشعفش يا راجل تحب دروسك يعاودوا يتحايروا عليك مره اخرى. محسوب خلي تحايروا مادام عندي الدواء نتاعك هذاك ضربه ضربه مش مشكل دوب نكمل ناكل الباقي تاع الحلقوم نضرب الحربوشتين على ميتي.
ملا تهمنا ليلة نتعشى في البونيو ونكملوها فجر حتى مطلع الفجر في الحمامات. إيه تعرفوا أنتو ما رجعتوني لأيام زمان. يا لطيف لو كان ما جيتش نقرأ غدوة صباح راني مشيت معاك. شنو سلومة بقي شاد صحيح ما تحبش تمشي معانا؟ لا يلا مانيش فاضي شغل كيفك وكيف صاحبتك. أنا صباح نخدم على روحي وما عنديش مليار دوات. أنا كوميسيون هابتين عليا من السماء. هذا بيرو في كندا يا اخي حتى نهلا حد العشية يخدمه. لا لا انا عامل بيرمانونس في الويكاند على ميواتي. هلو هلو اليكس. جود ثانكس ا لوت. اوكي I'll be back tomorrow. تسمع فيك جنجل بالانجلي. اوكي اوكي اليكس هاف ا نايس تايم. طاف يا جماعة وجوهكم مبروك عليها برشا. عطل علينا ديما تدبرها. What happens؟ عنا صفقة نخدموا فيها توا أكثر من عام. حضرناها وخدمناها ونستناها. توا طلبوني من الخدمة قالوا لي بعد غدوة سيي الصفقة تم. مالا عندك كوميسيون باهية. شنو كوميسيون؟ تي أنا المرة هذه بالذات نجم ناخذ أنتريتي على بكري. مالا نستناها مبروك هايل. تقول أنت خلص السهرية. جوستومون ما عادش فيها سهرية. على خاطر انا غدوه صباح يلزمني ناخذ الطياره بكري لكندا. شنو معناها؟ معناها غدوه يلزمك تروح. ديزولي. وي يا خويا ربي عينك ربي عينك البجله بالخدمه راهو. انا في بلاستيك بعد ما قيلت وارتحت توا ديريكت المطار ونبدا نحرك على التذكره. زعما سي سليمان. شنو زعما؟ وتوا انا شايك في كرابتي للمطار بلوتو شايك في كراب فوفه على خاطر اسرع. وكانك على الفليجه توا نهبطها لك انا اللوطه. شوف يا سيدي كيفاش ظهر سيرفيابل وحروكي. تعرف انا من الاول قلت ذي لازم هكا كيف اللي ماكش مهضمني. تو هذا كلام هذا كلام هذا. انا اصحاب مرتي اللي هما محسوب كي اخواتها هما اصحابي وكي الاخوه. يا يا جي فريشتك. نيمين ما في باليش أرقت عليك نسيبتنا العرافة وليت مش حاح. هاي السلام عليكم. صح النوم بابا صح النوم. يا سمحنا فاكري ذولي قلقنيك بالحس. ليه ليه بالعكس ساعة قد ما انتوما تحكي وتقول قاعدين تبنوا بيا. ما عدا صوت سي سليمان خويا تبارك الله عليك يا سليمان كي تبدأ تتكلم تقول تعرك. عجب ساعة الحكاية هذه ما كانتش عندي قبل ما تشرف انت بحذانا. هيت ما يمبورتي يا اخي نجي من كندا ما نجيبش حاجة في يدي لخويا. مش في ايش فيك عزوز؟ انت تعرف الحرب الجنولة نقصت لي في الوجيعة. مالساني يظني زي مش تحيا لي جملة. ايه ثبت وحليت عينيك من الصباح ركلت ولا باس فمنش يلا غالب اخذر لهم ريتهما. وما هوني عزوز الحرب سخرين فينه. نعم بابا يخش بيك استنس بحريبش ما عشت نجم تقص عليهم. ليه عزوز يزمي نزم سيدي خويا باش يشوفهم باش معمولين. اهلا نانا. اهلا اسبوعي لاباس خير شتو؟ احسن احسن. عزة نسيت باش نقول لكم بعد الفطور على حكاية البرطمي. إن شاء الله خير. خلي وسكت ما طلعت فيه مشكلة. كيفاش؟ شنو اللي كيفاش؟ لازم طلع كريه من تحت كريه. صحيح هي والحكاية باش تتفض يحبال وشهرة وشهرة. أنا نوعدكم أول ما يفرغ برزمان خليه لكم. أي الساعة تو نخرج الكيري الأصليني نانا جيب الصحيح قد دبرت فيه. عزة تعرفني انتو ما أبجل حاجة عندي را. اي اما بعد فلوس ومشارك زادة في جمعية دفع لبالين. يا صح عليك. يلا من حينك مدامك فاضي يا شغل. شكون شدك برا امشي اعمل جمعية كيفة. اما شنو احنا معناش دي بالين تجب تعمل جمعية دفع على السردينة. هكا توا سردينة هكا جملة. صعب دوركم. يعني الصحة بقى. أنا نقدم لك ولدي الصغير أسبوعي ومرته عز. نتشرفوا نتشرفوا مرحبا. تشرفوا برشا. أهلا مدام. عسلامة. أنا ولد خالد زينب. نتشرفوا مرحبا بي. يعيشك. تفضلوا تفضلوا وقعدوا.
شنو سيد خويا عجلي بيت؟ ايوا يا رندراش عمل من عمله هذايا. بون سامحوني يدور لي عندي ايرجانس. تفضل سيدي يشكي. اليوم راسي يوجع وزت وتوجع شربت على بجي اختلط هزت. شنو هذي حمله تعملها هذي يا ولدي؟ هذي ما تجيش على بال الشيطان. اي خلي قداش من الحربوش شربت اليوم؟ والله سته ولا سبعه. شنو وسط الزينه كاملين الحكايه ولات مخطره. ونقف عليها لطول مشي البيروية ونحل عليها الكتاب بتاع الدوية ونثبت. هيا نشو تنثبت سيدي يمشي. سامحونا يا جماعة هنا وصيل البيرو طونجي اش ثم لباسة؟ لا لباس يا عمي لباس مشكلة صغيرة قدنا كاية طوام بعد نحكي لك. سي سليمان نجم نعاون في حاجة؟ أبو عندك فكرة زادة على الفارماكولوجي؟ تي معرفة سطحية وبرة. بتقوليش عندك زادة دراية بالبسيكوتيرابي وقت عاد نخاف على بلاستي وبيرويا. لا يا رازل البسيكوتيرابي صيي ولا ديمودي توا اللي خارج هو الكوتشينج. يا احكي لي كيفاش؟ كل انسان عنده مشكله نفسيه ما عادش يمشي يشوف بسي فركسته في العله وبنت العله وتتولى الحكايه. توا الكوتشينج يلقى له الحل طول. لا لا يظهر لي بديت تخلط وتجلط سامحني. فما فرق كبير ما بين الكوتشينج والبسيكوثيرابي. تو نحكيو فيها مره اخرى على الحكايه. هاي هاي برح نمشي. هاي عاد فاكر وينو الكادو متاعي؟ من مد الكادوات الا ما يرجع سي سليمان. سي فاكر قد ما نزيد نعرفك قد ما تزيد تدخل في قلبي. هاي يا سي اسبوعيه هانا حلينا عليهم الكتاب. فعلا هاي ايوا قال لك يا سيدي بن سيدي الحرابش هذوما فيهم اللي بالاستروجين وفيهم اللي من غير استروجين وحرابشك هذوم. نقصد حرابش عزه يا سيدي بن سيدي طلعوا اسبوعي طلعوا بالاستروجين. شو البتنجان هذا؟ لا لا مش بتنجان استروجين. تعرف شنو هذا يا سيدي بن سيدي؟ كيفاش نفسر لك؟ هما الهرمونات اللي كونوا الانوثه نتاع المراه. هو عليا سيدي خويا هذا اللي جابله برشا. اش باش يصير لي زعما؟ نقول لك اش باش يصير لك. ايوا يا سيدي بن سيدي اسبوعي يكبروا في ال ولا قول انت ديجا من عند ربي ديجا تبارك الله عليك ما يصير لك شيء. ايوا ومن بعد اسبوعي يصير ازمة. لا ولا بالحق لا ولا بالحق هون قال لك يسمنوا شويه. اوه علي مش مشكل. ايوا اسبوعي حسيت اللي صوتك تبدل؟ كيفاش يا خويا؟ جوات كي صوت النساء؟ لا لا مازال كالعادة. يا باهي أما عس على صوتك ها؟ إيوا سيد خويا شوف ما فيش حاجة أخرى مخطرة. لا ما فما حد جاي مخطر. بربي قول لي توا شارب ستة ولا سبع حرابش من هذوما تعرف شو عملت؟ ها؟ عزة مسكينة فرع استلع حساباتها الكل وربي يستر. اهلا بعرفتي مرحبا تفضل. لا لا ما يسيرش مزروبة. قل السيدك اللي حب يكلي اللي حكيت عليه الصباح قابلته؟ اي ماني قلت لك سيء قابلته مشيت له قهوة السمسارة وتساهمت معاه. عليه حاجت بيه؟ ليه ما زدت خممت قلت مستحيل نبجل براني على ولادي عزة والسبوعي. الحق هما ابجل باش يسكن وزيد في قوبية حسيت كيف نخاف يا العين. الحق والله عندك الحق ما يهونوش عز اسبوع. باش نعمل انا توا تراسيلي نرجع للقهوه نمشي للراجل نرجع له فلوس. شنو ما هي ماني قلت لك سيد فهمت انا والراجل عطاني شهرين ضمد وشهر كري يجيو في الجمله 1,050,000. مبروك عليه. عرفتي وعز اسبوع يمسك ياك قريب نقلوا للنصر.
نحكي لهم سي اسبوعي ها بون سامحوني ما جبتش كادوات للناس الكل على خاطر في باليش عائلة سي سليمان يسكنوا كل مع بعضهم ما يسالش يا بابا جايتك عز من الف كادو يعزك هاي سيدي نبداو بشيخ القبيله سيدي تفضل هذا كتاب اخر ما صدر في علم النفس ايه مرسي عليك بون هو بستين دولار نخليه لك بسبعين بركة ويجعل ربي نعم نعم شد شد خويا بتاعك تفضل هذا ولا هذا ربي وانا وين نعرف يا اسبوعي كيني خليني نرقد فك عليا سمكة بدك فيني صباح الخير بابا صباح الخير يا امي حصانك جري القهوة مازلت كي حضرت قول حصاني ما خلانيش نرقد شنو ما تقوليش زينوبة رجعت تسك في النوم كيف العادة في بلدة تحت لها هالصنعة لا هي سيدتها قامت بكري رسات لي قمت بسيف حد باش تعرض الولد خالتها القراي تبربي يومي شنية الدعايات قراي دي مزهار وكهوة درك كيفاش خطفت له هذاك في الكندا تلقاه عنده شكون تكلم عليه واستصت له باش يولي مدير يامي في الكندا رام ناس كل مديرين غادي سهل ياسر باش واحد يولي مدير الترقي عندهم أسهل من اللي عندنا أنا هوني باش تولي مدير يزمك تمحرف وريقك يشيح وتخدم واجتماعات صباح الخير بابا صباح الخير سيدي خويا صباح الخير شنو هو سي المدير حطيتي قايم بكري لحد لا صباح راسي يوجع فيا وضروسي تسطر وجوفي ستوب يزي فهمناك يزي ستوب هذاك الكل من الأكل المفرط زروسك ما عادش ينجموا تهراو احفاو مشاو زروسك اش بيك هما اللي هرسوا هما اللي يمغضوا هما اللي يرحيوا سليمان تضربش اخوك بعين اقعد بابا خذيت شي حويجه تنحي لك الوجيحه اي خذيت حريم شي ما عملوا لي لا اسمع وجيعة الزروسة الحل الوحيد متاعهم هو اللي تعرفه هذاك تبي بتسنيني يعطيك الصحة وخاصة سليمان يا سيخت أخوك أنا ما نختار يا أمي إلا ما يبرأ وإذا من هنا الغدوة زرسته ما براتش وقت عادة ألا غالب وخير وقت ميمتي ينجز عادة نانا كي السبة قول صباح الخير الساعة شبيك صباح الخير وين أسبوعي خرج حاجتك بيها هاي نحب نبعث ويشري لي باكو سواق زعما يبطى باهي نانا فهمتك أتا نمشي أنا نقضي لك يا عيش بنتي خذوا من الجمرك أرخص من نصبة ورد بالك شي رجع لك فلوس تهنى نانا حظة درسي باهي حق عندي ليك خبير هين فما برطمان باش يفرح يا والله من جد والله الله الجو برطمان شكون البنكيجي هذاك اللي يسكن في الطاقة الثالث ما هو ترقى يا اخي جاتو نقلة ليه ما باش يبدل باش يولي يسكن في فيلا في المنازة يا بيه اسمع الخير اي خل نمشي لا جيني كليونت وما تلقاني اني خالت عليك سبعون تعرفنا مش كنت تحكي لي توا قلت لي فما برطمان باش يفرخ وناخذوه احنا زعما انا بصراحه انا نطق لو ما صدقش ياسر اي اما المره هذه هاوك علمنا بالمسبق اسمع برا امشي خذ لها باكو دخان من عند الجمرق مش من الحماص ورد بالك على الباقي نعرفها صحيح في صامت التاشا عزوز سيخش بالدوير مرات زرسي ما تبرني وما قاش ترسيني عند الطبيب شي يسوس حرب باش ما عملوا لي شي وزعما كان اخوار بنا مش خير
الوطن العزيز، من أرضك هبت نسمة حنينة تقرب القلوب، هبت ريحة تونس ورد وفل وياسمين. أرضك أرض خيرات، خدمتها ناسها، صنعت رجال ونساء، صنعت أجيال، تاريخ وحضارة، العالم الكل شد بيك البارح اليوم وغدوة، قلبك يدق لها في كل لحظة. واليوم اتصالات تونس تعطي الكلمة لأولادها اللي رفعوا راية البلاد في تونس وفي العالم الكل، كلمة نابعة من القلب تعبر على حبهم لتونس، كلمة حلوة فيها أحسن التمنيات لتونس، تونس اللي تبوس ترابها وتتنفس ريحتها، خاطر تونس في القلب. اتصالات تونس، المستقبل ينادي لنا. كون سعيد. فوجيكا صباح الخير سبعوني. شو يا خضر راه عم تخدم؟ مكتوب فيا خويا عامل صرده، مو عندي سلعه ما حبيتش تتباع، وسلعه فيها ديفوات، وسلعه الاجل بتحب تشوفها، وليت قلت نعمل فيها صرد ونصفدها. اسمعي زيد وحدك بالكبير. ها وانت وين ماشي عصبان؟ ماشي راح تروح ناخذ باكوني كوتين خلي جنات. ليش ما تاخذش من عندي؟ هاني نبيع تحت حس بس. لا وصلني مش ناخذ من القبرك، خاطر حس بس هذه ديما اغلى. برا يا خويا كان تحب توصل قاع الدنيا برا. حط وجهك في بالك اللي انا باش نقل من الاستديو. باش تنقل من الاستديو؟ ما تقوليش دار خوك حضرت. لا خد جنات قلت لنا زعما بردمان باش يفرق في البلاص ويظل يسكننا فيه. بردمان باش يفرق في البلاص؟ جو وانا شبالي في باليش. صباح الخير عبد القرينو. شنو عامل سولد؟ ايه عامل سولد، وانت شنو مشكلتك خويا؟ يا اخي ما تعرفش اللي قانونيا السولد عنده وقته، يما في اخر الصيف ولا في اول الشتاء، مش في شهر ماي. ربي عنده نصب هكا ما يسالش، عنده الحكي عامل سولد العمل كله. معناها انت ليس قاعد تضرنا في الاقتصاد وزيد ماكش قاعد تطبق في القانون التجاري. بربي سامحني، يا اخي ناوي تولي كونترولور بعد القرايه. كونترولور؟ ليه؟ ما انا يا خويا علاش كل ما تجي لهنا تمرجلي الكبيده نتاعي؟ مجيكا خليني نمشي، خاطر جنات رايحة حشت على السيارة. أي حتى أنا يلزمني نمشي. سمحني عبد القرينو، نجم نحمل عليك في حاجة؟ بيه؟ تقعد تحسكي على النصبة دقيقة نوصل خاطر جنات تسعة ونجي. ليه؟ فوجيكا ليه؟ أيا نانا. تي وين وراجلك راني حششت على سيجارو. واه يا نانا يا اخي ما تعرفوش اسبوع كي يبدا يمشي في الشارع يبدا باهت في الفيترينات وفي العباد اللي تبدا تمشي بالزربه. اسمع سيدك تحب على رويجلها، شنو العشره عطت مفعولها؟ يا اخي المراه شكون عندها كان راجل؟ اي ما تزيد تكمل معاه فزغول يرتع معاه في الدار. اي والفزغون كي تحسر في القنيرو نتاعنا ايش نعملوا له؟ نسيبوه يرتع في الشوارع؟ تي ماني قلت لك عاد عندي برطمان قريب يفرغ. والحق الحق انا كبرت وشيه يا بنيه ولا وليدك يعمروا علي الدار. وما تقوليش اسبوع زاده هو اللي مش شارع على الصغار. هو من ناحيه شيره اما الحق ماهوش مارجني كيف كنتي. وما طول عمره اذا ما يكون كان اسبوعي. الحمد لله على خلاص له حل. صباح الخير عزه. سر هو انت يدخل صباح الخير عرفتي. صباح الخير. لبس جبت لك افار يعمل 66 كيف فيه 50% مربوح. هيا باهي خل نوصلوا العساس الفم الساس. احكي عذلينا مي. اما تعرفني عرفتي انا منظم وماذا بيا نحكي انا وشريكتي راس عز نجم تخلينا وحدنا. هاي هاني نسمع فيك احكي.
عم لاخدر السمسار وصلني على بورتمان فارغ لهني في الحومة. قال لك الراجل مغسور ويحب يكري على بكري. يا لطيف ساعة انا عندي بورتمان قريب يفرغ، انا وعدت بيه عزة واسبوعي. قديش كنت كريت؟ 250 دينار في الشهر. علاش تسر؟ ليه؟ خاطر الراجل اللي ناوي يكري الدار قال مستعد ندفع 350 دينار في الشهر ومعاهم شهرين ضمد. ليه؟ اي وزيد عازم لامراه ولا صغار. اي وناش باش نقول العزة والسبوعي؟ يا عاد انت خصايص عرفتي، وزيد هما بطبيعتهم باش ينقلوا الحي النص. ها اش قلت؟ استنى شويه نزيد نخمم. سنوبة سارة تسكن هوني؟ اي انا قريب نقلو، قاعدين نبنيو في دار بالبيسين في حي النصر. حمزة اش تعمل هوني؟ جيت باش نرجع مع اماني يا اخي. طنطون فوشيكا قال لي عاسلي على النصب. طنطون فوشيكا؟ اه وجي انستوا يا جماعة. اهلا فوشيكا، نقدم لك فاكر ولد خالتي جاي من الخارج. فاكر قدم لك سي فوشيكا العساس نتاع البلاص. مرحبا سي فوشيكا. مرحبا مرحبا. منين جا الاخ؟ من تورنتو فوشيكا. تورنتو تورنتو؟ اه ضيا ما تكون كان في الطليان. لا في الكندا. تورنتو هي العاصمه نتاع لونتاريو. سي سا تبارك الله عليك، انت ظاهر فيك طفل مثقف. يا حمزه ذاك تبارك الله عليه سني عادي الباك هو اماني بنتي. اه سي بيان، مالك تاخذ الباك تجيب حذايا الكندا؟ اتون ندبر لك انسكريبسيون في جامعه هايله. ميرسي طونطو. هي اخويا هز وخلي يقرا في الكندا ونرتاحوا منه، خاطر السيد هذا كان يقعد باش يغلي علينا الخبز. غيس حبتي الو عم نخطر. أمي يا نعم هاني جيتك. ها شنو هي الريحة البنينة اللي خارجة من الكوجينة؟ يظهر فيها هذا كسكسي بولد بحر. يا هاك طلعت، أما تحب الحق رايد برد زينوب. أبو قالت ولد خالتها يموت على الكسكسي بولد البحر، قلت عايش في الغربة البرة رب توحش الكسكسي. وحسهم جيو. يعطيك يا فاكر. هاي تفضل تفضل. مرحبا بك في داري. داري فاكر نقدم لك إلا فضيلة أحمد زينوبة. نتشرفوا يلا. مرحبا وبيك سيدي. ظهر فيك باش طبيخة. باش عرفت هيسي بالريحة البنينة اللي جاية من الكوزينة. يا أخو بخاطرك يا سيدي، خلنا نمشي نتفقد مالا لا نقعد في الحشمة. تفضل. فاكر بيان سيغ تتفكر سليمان الراجلي. إي بيان سيغ دكتور سليمان. يا حسرة أنا توا بروفيسور سليمان الأبيض سيكوثيرابوت وأستاذ جامعي. فقعد اقعد اقعد. وانتي ما زلت غادي فاك البورصة؟ ايه اما اوكا تو عملت الكابينيه دو كونسلتينغ، معناها انا وليت ننصح العباد اللي يحبوا يستثمروا في البورصة. تري تري بيان باهي. حتى انا زاد كاكا نشجع ياسر الناس اللي يخدموا على حسابهم الخاص. يا حمزة اقعد شبيك يقف. ليه باش نمشي نقرا مع امين. يقعد يا راجل اقعد. ميرسي طنطان. طنطا فكر وي اخي بالحق فما ريسيسيون في البورصات نتاع شمال القاره الامريكيه. اي اما انت ولي فالور الناس ذاك مثلا مش ديما ستابل. اما الصناعات اللي عندها علاقه بالنفط والاسلحه ديما قيمتها طالعه. جي ماجي عسلامه طنطا. اه شو شكون اماني صافا تبارك الله ولد صبيه. ريت تبارك الله. ليه ومحليها بوتليه هكا ولا ليه؟ ايه طالع البوها. انت فتومه اسلامه. صافا فتومه هذه خليتها بيبي قدن هكا. ما تقوليش زيدة طالع البوها. هذه طلعت كوكيت كيف امها كي كانت صغيره. دكتور نعم راهي كيف اختي وما تنساش لي انا نعرفها قبلك. حطيتي زادة كي خويا. بون هذوما كادوات من فري شوب. ميرسي طونطون. انتوما تو كي نحل الفليجه نعطيكم كادواتكم. حمزه ديزولي وكان جيت نعرفك قبل راني جبت لك على الاقل لوجيسيال هايله ولا كتاب على البورصه مادامك طلعت مغروم. ميرسي طونطون. تعرف انا مليانة صغير نحلم بشولي كوختي في البورصه. يا شنو شنو
مش هو النهار جيتني الكابيني قلت لي تحب تتبع بسيكاتري؟ ايوه بسيكات خزيدة. طوطون ميرسي بور لي كادو سي تري جانتي. صحه صحه ما تنساوش تعطيو شويه شوكولا معاكم لحمزه. ميرسي طوطون. انا مدي ما حكيت معاك طوطون هذيك هو البيل فايده. هيا قوم 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 نمشيو نقراو قدامي. يا جماعه الفطور حاضر. هيا تفطروا تو ولا مازلتوا؟ كيفاه شكون ينجم يصبر على هالريحه البنينه؟ ان شاء الله يعجبك. بهيشي طوا هذا حديثة. تعرف اللي انت تفكرني بالوالد الله يرحمها. تعيش وترحم. الله يرحمها. اسمعوني نقول لكم، نحب انا اللي نحضر الطاوله والوحيد اللي نسمح له يعاوني هو حمزه. عيجة حط الطاوله مع طنطان. عيجة عزوزتي عزوزتي قل لي زرستك مازال توجع فيك؟ لا هيك هي توجع فيك، علاش ما تمشيش للطبيب السنين؟ ماني قلت لك ماهيش توجع فيا. ايش بك منرفز عليا عاد؟ مانيش منرفز. عزة يا عزة يا عزة ديجا راجلك. اوه يا سبوعي تزيد اصبر شوية، هاو قريب يطيب الفطور. سارة سارة وكي في جوعي ولي هكا؟ ما لو كان تخليه نهار الفطور لعشاء شي يصير؟ الحق التوى ما صار شيء، اما يظهر لي ينقز عليها يكل يد ولا سيخ. كي تجي عن لهي الدرجة اختف روحك لدار خوك. تميش مامي بدك تحن عليك بحويجة. ما مرعبش درسين خوي من عفاش انا بتبرى زرستي. هيك زرستك توجع فيك، علاش مكرت بكري؟ وهو يا نانا يا اخي ما تعرفوش اسبوعي يخاف من ريح ريحة متاع طبيب السني. ربي ربي ما فهمتش علاش دوا الوجيعة ما عطاش مفعوله. والله عجب ساعة في بيل الدوالي عندنا ضربة ضرب شي شي بعمل لي شي. لك انت تبارك الله عليك بصحيحتك، الحرابج اللي تاخذ فيهم شوية عليك يا اخي ما حكوش فيك. انبه انا وصل السيديور ونعمل لصوص حرب وشخرين، خلينا نشوف وجيعة تهفت ولا. يا لطيف يا سبوعي كان في بالي هكا راني عملت لك برودو، زعما تنجم تاكل الحم متاع القلايه. اي نجم نجم كان لازم نبلع بالعان انا ما كان انا مغزو. تعرفوا يا جماعه كاس التاي هذا عندي عليه من وقت المرحومه امك. لا جوست من سيف عمناول سافرت للمغرب عبيتها بالتاي. اما شنو عاد تاي الا فضيله لا تلقاه لا في فاس ولا في اكادير. بالشفاء لولدي. بلاي سامحني يظهر فيك خرار مرار على الهند انت. اي سفري انا مغروم بالهند وثقافتها. اما شكون قالك؟ ليه على خاطر تبارك الله عليك ولا معك عندك لسين هكا يغزل الحرير مش عليك مولود في كشمير. بون هي فاسك الحقيقه مشربكه مي كوميم سافا ذامره. قل لي فاكر تحبش ترتاح شوي؟ راك تعبت من السفر. اي والله 17 ساعه في الطياره يتعب. تعرف سيريجمون برافو عليك. انا الحقيقه عمري ما سافرت لامريكا ولا لاسيا ولا خاطر عندي كل فوبي نتاع الطياره وكل كراسي الضويقين. وي مي انا نسافر فرست كلاس ها ماك تعرف فوتيت مفرهده وكونفور وسيرفيس هبال ولوكس اي بورتون نتعب. ملا اش قولك نروحوا ارتاح شويه اعمل ثقيله وبعد نرجعوا نشوفوا اش باش نعملوا بقيه البروجرام. ملا ليله نحفلوها ها اش قال سلومه؟ وفاش قامها سفرة جديدة؟ كي انتي باش ترجع من بعد اقعد قيل هوني وفي الليل روح فرد مرة. يعيشك يا فضيلة ما بصراحة ما نحبش نضايقكم. توا هذا كلام يا ولدي راك ضيفنا يا سيدي بيتي على ذمتك، ارقد وقيل وارتاح وفي الليل روح مع خالتك. والله يا امي فضيلة عندك الحق. توا امك فضيلة توا فقت اللي امي ديما عندها الحق. سي فاكر هيا هيا قوم ارتاح هيا واحسبها داكم ما تحشمش. يعيش انا بصراحه بديت نغير من سليمان من الدليل نتاعك معاه. بو
ربي سامحني. انت جبت فريزه برك بجاجه كندا وفيرست كلاس. هي ما انا ديما هكا نسافر فريزه واحده، هي سيغتو مانيش باش نقعد حداكم برشا. لا لا كونفوليرا مالا نتلاقاو بعد التحصيل. ها فاكر بقايرش برشا متوحشينك راه. اوكي اي مرة خليني نمشي انا نتفقد اش ناقصني قضيت في الدار ونحضر بيت فاكر. اي جي معايا زينوبة. لا ما يصيرش ماما برا وحدك الاخرى وقت اللي فيق يلقاني بحذاه. اوكي كيما تحب. اي فيلمي فيلمي. ها سلومة وقت ليش عاد اش قولك في فاكر ولد خالتي؟ انا والله ما نعرف الجماعه هذوما اللي يتاقلموا فيسع مع المحيط يعيشوا فيه يظهروا لي كيف اللي يسلموا هكايا في الجذور متاعهم. يا بنيتي اللهم صلي على النبي على وليد خالتك حليلته، لو كان عندي صبيه نعطيه له عينيا مغمضه. ها يا ذنوبي كان خوها الكبير يرضى بيه. بربي كأنتي زرستك توجع فيك علي شدد صحيح باش تمشمش اللحم. كان من اخر مره مشيت فيها لبيب ناحيته راك توا مرتاح ولابس عليك. باي باي برك قول كان جد ولي خزيت وذي باي راني نتحك بالمجد. والله غريبه هذه كيفاش ما عملك حتى شيء غريبه عجب سبوع تهك ما شربت منهم حتى حربوش. هكا كان نقول لك قريب نشوف البلاكه وانت تقولي ما شربت حتى حربوش. بوحي ما تقوليش مسبح وانت تزرط في الحريبش متاعي. حريبش متاع شو زادة؟ الحريبش اللي يعطيهم لنساء في المستوصف متاع التنظيم العائلي. وعلي متاع نساء يكبش عادي يعطيني دوني حسوستي مخطين عرجال. وانا وين نعرف فاش قالولك في المستوصف؟ سامحني سيدي ما جيش البيلي باش نسألهم وقت اللي راجلي يجرط شطار الحرابش متاعي شي يصير له؟ وعليه عزوزي شو الحل توا؟ الحل الوحيد خويا سليمان برا يمشي أسأله لازم يعرف. نعم لله تحبني نقعد ضحكة لعقب عمري؟ ما لو قد هكاكا دبر راسك. أما هاني ننبه عليك كان صارت لك حاجة متلوم كان روحك. تعرفوا البنيت كنت تخطف لي حكاية الكندا إلا محيتي كلها تتبدل. وينك النخو الباك وبابا يبعثني نقرا في باريس الا ما نعمل جو مش نورمال. انت بابا مش يبعثك تقرا في باريس؟ احلم وخايتي احلم. علاش ليه يا للا؟ انا امنيتي ندخل نقرا في جامعه الطياره وبعد ندور بحوث. انا كي نمشي لباريس ندورها اول حاجه ديزني لاند نحي منه خمجه وبعديش الصالت والبواتي وكل عشيه نضرب لها حتى قمقومه ونبدا ماشيه جايه في هكا الشانزليزيه. أنا كان جيت كيفك ندورها مسرح سينما أوبيرا والبرامج كلها جينيا. تينا أقول لك نحب نعمل سيرمناج من الجو وهي تقولي سيرمناج؟ شكون اللي عنده سيرمناج؟ تي ليه يا بابا أماني تحكي على برنامجها في الجامعة. أي بابا قاعدة ننصح في حمزة باش يرد باله من السيرمناج. رد بالك عايش ولدي أهو ننصحك سي روحك تعب أفكارك مشوشة ولا الذاكرة متاعك بدأت تتعب. هذو ثلاثة راهم من العوارض متاع السيرمناج. أيوه وش نجم نعمل وقتها؟ قص على القراية. ليه 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 يلزم خوذ ما فيها بس ثلاثة أيام راحة. ليه ليه بابا حس في روحي تاعبة وذاكرتي مشيت وأفكاري على ماهم مشوشين حس في روحي باش نهبل. بابا زعما عندي سيرمناج؟ هاي عندها سيرمناج أما شنو متكركير والركشة في الدار. فهمتني عادة كي توفيت خالتي فاكر مشى يقرأ في الكندا وبعد ما كمل قرايته في ساعة دبر خدمة وقعد غادي. شنو توا شنو مشيت خليتكم تحكيوا على سي فاكر رجعت لقيتكم باقي تحكيوا عليه. أوه سليمان يخش بيك صبحت أجريسيف اليوم. أنا أجريسيف وانت شبيك مطرفية كان في اللي ديفو متاعي والمحاسن والإطراء والإعجاب الكل مخليته من سي فاكر. قلت لك شيرا وغاير. نعم غاير أنا وامي أنت نقصي عايشك مع المصروف بتاع الفطورات والعشاوات شوفي حل شوف لي حل شوف لي حل. ربي شكون هاللي جاي قبل لي المرة هذه بالمجد كانت تطلع عزة باش نبه عليها منو هكا ما عادش تضرب الناقوس
دز الباب وتدخل كي مال الدار الكل. اهلا يا ماما. ما طول عمرك يا اختي دوجة. توا زينوبة كانت تتكلم عليك. ابو زينوبتي بالخير جسبير. اش تعرف بنتك؟ الو سافا سلام لم سافا. وانت سيبتي رقت السعيد هكا عقبت الليالي امان هكا تسمي الوقت هذا عقبت الليالي؟ نو فريمون سلام لما انت وليت بنادم من دجاجة ترقد كي دجاج وكيرك في دارك حتى سمدي سواغ. ايه ربي ماما قلو زيد قلو. تيانا اللي قلك في عز شبابي قاعده نتفرج في فيلم مصراوي كي تروازيام اج. زينوبة اش بيها من تروازيام اج لله؟ ايه اختي فضيله تياك وليت تتكلم بالسوري. تياك هيكا كلماته برا علمهم لي سي الفاضل كي نبداو مروحين. امي شنو اش تفهمنا؟ مش قلنا ليتود بدو لاش الات؟ اسمعني زينوبتي عندي ليك سوربريز. الوغ لا ما تتصورش. يا شنو؟ إذا فاكر ولد خالتك اللي في كندا عمل البارح تليفون وقال لي جاي غدوة. يا من لا جو فاكرة عندي قديه فوق العشر سنين ما شفتوش. زعما مازال مزيان كي عادته؟ علاش لي؟ بيان سور مزيان وممكن نزيد زين. قولوا لي البنات في بيتهم جسبيخ. ربي وين تحبهم يكونوا هالوقيت هذايا في كندا؟ شبيك سليمان على اعصابك؟ شنو انا على اعصابي؟ وفاش قام على اعصاب؟ انت تفكروا فاكروا ولد خالتي؟ لا لا ما نتفكروش. امان قد ما قابلناه مع بعضنا تي اخر مره تقابلنا فيها محسوب فوق العشر سنين في عرس فادره بنت خالتي. طب هيشي تو يا بنتي ما نذكروش بالسيف نذكروا ثاني عشان الليله ما نذكروش. بون انا هاني بحذا البنات على خاطر فاكر قال لي بوسهم لي وسلم لي عليهم. شناني هاني جايه معاك. قال لي ماما زعما عرس سليمان يا اخي شبيه ما نعرفوش ولد خالتها هذا. خير يا امي ما عندك ما خسرت. واحد لوباق بليد نار كله يكشخ حسب روحه ضامر قال شنو ما كان يفلت حتى جايزه في يوم العلم وهو كجار دي جي في البورس تاع كندا. هذيك هي الحكايه. سبعون فاش تتفرج؟ سيدي عادك بي وفيه يا اخي ما تفدش منهم الافلام. شوف لنا منوعه باهي نتفرجوا فيها. امان عزوز دقيقه واحده كي نشوف شكون القاتل وبعد دبر راسك حط اللي تحب. سارة هو الفيلم هذا تي نعرف مو هذيك حكايه العزوزه الغنيه اللي قتلها الجنان متاعها. علي حرقت لي جمال الفيلم؟ تعرفش بنيت انا بنيت راجل بنت هتلع هو اللي قتل العزوزة على الورد. وعليه؟ على خاطر راجل بنت يشبه لي والعزوزة تسمع ناناتك. ايش تقصد؟ معناها انت تقتل نانا ونورثوها؟ بربي تفدليكك الماسك خليه لوسط الجمعة. عليه وانت كملت حكيتي على جمال الفيلم مش سمي هذي مش فدليك ماسك. ايه تفدليكي ماسك بيه؟ هو مال الفيلم مش لازم تكمل تتفرج فيه من اصله. عارف احسن واحسن. خليها عندك تحب سنيه يسوسو كما سنيك انتي. وزيد في عذرها وشري لنا طريف جاتو ولا جلاس ولا حتى جرد جزوزه نعجو بها السهريه. ماشي شيري لي رطل حقو. امان عزوز يا اخي كيش النغز مش قلت لك اش تحب نجيب لك نصاريه قلت لي دبر راسك على كيفك. يا اخي شريت الحلقو مالا اقعد حلقم وحدك. بابا عزوزي الكلمه هذيا موجوده هي مقبل ولا انت طلعت من راسك؟ ليه من راسي؟ هذيك من كثر ما تنرفزني وتطلع حيالي ما عادش نلقى كلام نقولهولك. حلقم عزوز والله جبت لي فكره ما كنت تبارك الله عليك ياسر تطلع كلام. اش قالك نلعبوا كل لعبه الباهي هذيك بنت ولد؟ يا ياسر حلوه طلعتك هذي. سهريه سبت مراه وراجلها ويلعبوا بنت ولد. بنت ولد ايه يا عز
يكمل عليك برويجك يا عزة. وي صباح خير. ليه سي حضرت عيني هابة. أشكون اللي يطلب على الصباح؟ ماما وانت شبيك ولا بس؟ عنا فرحة على الصباح ولا في باليشة؟ و يا اخي نسيت اللي ماشي انا ماما نعرضوا الفاكر في المطار. تعرضوا الفاكر؟ اي هكا تعرض له فاكر. شبيه هبط من الابولو 13 ولا من المريخ؟ هو عملت له القوق هذا الكل. شنو اسلومه؟ غايره انا غيره. على كل حال هو كان ناوي باش ياخذك من الاول يا اخي، طلعت له قرعه وانا هو اللي عرست بيك في الاخر. هذا كله تقول لي مش غاير. شو انه فكر راه صحاب ومحسوب كل اخوات. جستمون كلمه محسوب هذيك هي اللي تخوفني. بون من غير ما نرجعوا نتعرفوا في نفس الحكايه كل ما نجبدوا على فكر. وكان انت مخك يسرح بيك الحاجات بعيده هذيك مشكلتك. بون خليني نمشي انا توا، ماما قاعده تستنى فيا. صباح خير خطي دوجه. يا ولدي قديش مرنب عليك، ما عادش نحبك تعيط لي خالتي دوجه. شي اوغور وماما وتطا ما نحبهمش. ما تغشش يا دوجدج، تو نعود المرجان عيط لك مدام دوجه. صباح خير اختي زينب. صباح خير فوشيكا. يزيوبا ما عادش بكري، الطياره قريب توصل. هاي شبي قولي اخي، حتى نهار لحدكم بكري؟ خاصه نهار لحد ما ننام في راسكي بحدا السمساره على ما يوات. هيا زينوبة شني جيت ماما. عزة صرتي عاودة تحيرت عليا. ولسانك صباح ملجلج. ملجلج انا اشوف يظهر لي. تستاهل هذيك من مكيت الحوكو. كدويت في قجري. شوف حاجة تتنحى لك الوجيعة وخليني نرقد. باي